رجعنا لكم. تعالوا بقى نشوف إجابة الأستاذ الفاضل ابن تيمية. بيقول لهم إيه بقى؟ الحمد لله، طبعا أنتوا فاهمين البداية دي. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا، في مردين أو في غيرها. المسلمين طبعا اللي على هوى، اللي فلتوا من كل الحاجات الغلط اللي هو بيقرر إنها غلط، من كبرها للنية، قول النية، أنتوا فاكرين. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرم. دي الإجابة تبدو لك سهلة، سواء بص بقى عشان نخلص من فكرة إنه أصله كان بعض فتاوى عشان عصر المغول. المغول إيه؟ ده اللي بقاله الثلاث أسابيع دول كلهم بقولهم ما ملوش دعوة بالمغول، واللي ليه دعوة بالمغول شوف بقى هو بيقول إيه. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة، سواء كانوا أهل مردين أو غيرهم. فهو بيطلق الفتوى إلى أبعد مدى، فمحدش يقول لك دي مربوطة بالمغول. والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه، الهجرة يعني بيقول لك لو مش عارف بقى أصلي وأصوم وكده وحكام الكفرة دول مضايقني وجبت الهجرة. كل ده مش مهم على فكرة في الفتوى، في خطورتها اللي جايبة. وإلا استحبت ولم تجب، يعني إيه؟ بقت محبوبة، يعني يجوز إنه يهاجر لكن مش وجوبي، مش واجب، لأنه عارف يصلي ويصوم. ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم، ويجب عليهم الامتناع عن ذلك بأي طريق أمكنهم. يعني ما تعملش كده مع الكفار، من تغيب أو تعريض أو مصانعة. تغيب يعني يخرج، ما يختفي من المكان اللي هيقولوا فيه احنا عايزين مساعدة، أو تعريض اللي هو كذب يعني بس شكله حلو، بس هو بيسموه تعريض، أو مصانعة يعني شوية نفاق كده حلوين. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة، يعني يعمل فروضه إلا بالهجرة، تعينت يعني أصبحت عين، فرض عين، لازم يهاجر. كل ده برضو يا فندم ولا له أهمية، اصبر. ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق، بل السب والرمي بالنفاق يقع على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة. تمام. فيدخل فيها، بص بقى الكلام، فيدخل فيها بعض أهل مردين وغيرهم. بيقول لهم أنت تفتكر لما بيقول النفاق اللي في الكتاب والسنة أنه هو بيبرأ أهل مردين، ده بيقول لك الحاجات اللي في الكتاب والسنة يدخل فيها أهل مردين وغيرهم. أنا أقدر أقول على غيرهم أنهم منافقين، يعني بيوسع الدائرة مش بيقللها. وكل ده برضو مش الخطورة، عشان تعرفوا ان عبد السلام فرج ما قالش كده بالعموم على دار حرب كلها، بما ان حاكمها ايه، انا هنا جايبها بالمضاهاة عشان هو هنا اعتبر ان السادات كافر وعمر عبد الرحمن. بصوا هنا الكلام بقى عن لما بيسأل عن بلد حكامها كفرة ايا ما يكونوا، مغول او غيرهم، كفرة بالمعنى اللي انتوا عرفتوه معايا في الثلاث اسابيع، بيحكم غير شريعة الله ومليون حاجة. فافهموا بس تركيبة المربعات ازاي. بصوا بقى الكلام التقيل بقى اللي جاي ده. وأما كونها دار حرب أو سلم، يعني دار إسلام، فهي مركبة. بصوا كلمة مركبة هنا معناها إيه؟ فيها المعنيان، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام، يعني دار إسلام تجري عليها، ركزوا، أحكام الإسلام. إذن البلد الذي لا يجري عليه أو فيه أحكام الإسلام تبقى بلد دار إيه؟ دار حرب، حكام ومحكومين. ده فوق بقى الحاكمية وأنهم كافرين لأنهم يحكم بغير ما أنزل الله، زي ما هو قال في فتوة امبارح قلت لكم، فهو كافر حاكم أو محكوم. هنا بقى بيقول لك إيه؟ فهي مركبة على مردين، بس بصوا المعنى، ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام. يعني طالما هي بيجري عليها أحكام الإسلام تبقى دار سلم وإسلام، ما نحاربهمش ما نقتلهمش، أحكام الإسلام. فانزع بقى الأحكام في نظر اللي بتوع النهاردة دول اللي فاهمين ابن تيمية إنه من حكم بغير ما أنزل الله ما بيحكمش بشريعة الإسلام، يبقى إحنا دار إيه؟ دار حرب لسه، لكون جندها مسلمين. كمان الجند بتوع مردين اللي مسلمين زي دول كتير. ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار، بل هي قسم ثالث. بص بقى، يعامل المسلم فيها فقط، المسلم اللي بمقاييس ابن تيمية
ومقاييس تلامذته. وانتوا شفتوهم في الحوار لسه كنت بقول عليه بتاع استاذ عماد اديب، هو بيقول له اه ده مش كافر اصلي، ده كافر مرتد، مسلم مرتد. فالمسلمين دي ما تاخدهاش كده كلنا. يعامل فيها المسلمون المسلم بما يستحقه ويقاتل، هم خلوها بعد كده في طبعة تانية ويعامل، وهقول لكم اللعبة دي، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه. يقاتل الخارج عن شريعة الإسلام، دول مش بس من الحكام ولا من الفئة اللي هي حتى المسلمين اللي في نظره تراضوا على غير شريعة الله، يبقوا خرجوا عن شريعة الخارج عن شريعة الإسلام، ما قالش الكافر. يقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحق. نشرح بقى أكتر من الشرح ده. الشرح إن تقسيم البلاد عن 200 نتاجة من الحاكمية، حاجة اسمها دار الإسلام وحاجة اسمها دار الحرب. دار الإسلام هي اللي في نظر 200 بتجري عليها أحكام الشريعة فقط، وكل التابعين للمحكوم الحاكم والمحكوم يعني على الأوصاف اللي عند تامية عن فكرة أنه مسلم فلت من القتل، وده غالبا مش موجود. إيه بقى الأحكام؟ هو اللي بيشرح. فأحكام الشريعة كالحدود والجهاد والديات، الدية يعني جمع دية. ودار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة. خلاص طيب. وطبعا كتحريم الزنا وسرقة وطبعا انتوا فاهمين قوانيننا الوضعية ازاي بتتعامل مع الصح على فكرة، زي ما القرآن عايز، ان الموضوع كان التحريم شخصاني ماشي، وبيع الخمر والحاجات دي بقى. اما دار الحرب عشان بس تفهموا بقى الكلام عشان نرجع له، فهي كل بقعة، ركزوا، ما قالش بقى يحكمها كفار، لا بيحكمها كفار عشان اوصاف معينة مش عشان هم مغول. فبيقول كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة، فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار الإسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفر ولا دار لغيرهما. الدار المركبة بقى اللي هو اخترعها، اللي هم قال لهم مردين من دعالادة، فيها أحكام المسلمين فهي دار إسلام، وتدار بكفار يريدون أن يوقفوا أحكام الإسلام، اللي هم أي كفار، أي طائفة حكام بيحكموا بغير ما أنزل الله. فبيقول بقى هنا إيه؟ بيقول دي بقى نعمل فيها الاتنين، المسلم اللي على مزاجه، المسلم اللي بالأوصاف دي كلها يعامل فيه بما يستحق، ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام مسلم كان أو غير مسلم بما يستحق. يقاتل طبعا أنتوا فاهمين. فهي ليس بمنزلة دار إسلام ولا بمنزلة دار حرب، اللي هي يا فندم إيه بقى؟ نشرح بقى الشرح الأكبر، اللي هي كل بلادنا العربية هي مردين. مردين، هو قال أهل مردين أو غيرها، عشان ما يجيش واحد يضحك عليكم، أو هو يعني نفسه اللي مضحوك عليه يمكن، وفاهم إن هو عشان المغول ومردين وقعة زمنية، لا لا لا، ده هو برأ نفس برأ مردين من القصة، بيقول لهم مردين أو غيرها، حكامة من المغول أو غيرهم، المهم فيهم أوصاف معينة. الأوصاف إن التابعين تحت قادرين يصلوا ويصوموا، ما قالش عليهم مسلمين. واللي فوق بيحكموا بغير ما أنزل الله، خارجين عن شريعة الإسلام، فلا يحرموا المحرمات ولا يفعلوا الجهاد والديات والحاجات اللي انتوا قرتوها دلوقتي والحدود طبعا. أيوة، يبقوا خلاص واقعين تحت نفس الوضع، مردين أو غيرها. فتبقى يا ابن تيمية دي دار حرب ولا دار إسلام؟ قال لا، يعامل المسلم فيها بما يستحق. وطبعا دول المسلمين في نظرهم بقى اللي هم الأتباع دلوقتي اللي هيطبقوا كلام ابن تيمية ده على أي دار على أي بلد، هيبقى المسلمين هم بس، غالبا هم بس، لأن لا عاجبهم حكام ولا محكومين ولا حتى أي حد، كله كفار، لأن فوق راضي وتحت راضي بأحكام في نظرهم تسمى غير شريعة الإسلام. على فكرة أنا بفكك لكم الحكاية الإرهاب تفكيك دقيق وتفصيلي يكاد يكون محصلش قبل كده، خدوا بالكم وركزوا لله للزمن لوجه الله، مش عايز حد يستجيب خالص، بس أنا بقول لكم عشان ده ما تقلش قبل كده. طيب نعمل بقى ابن تيمية في دار الحرب ودار الإسلام دي؟ قال لا، أصلها مركبة، اللي هي كل بلد في البلد العربية حاليا هي مردين،
وهم بيعاملوا المعامله دي بعد كل التكفيرات دي كلها. ده بقى فوق، دي كماله التورته زي ما بقول لكم. تبقى الاثنين يعامل فيها المسلم بما يستحق، ويقاتل فيها الكافر بما يستحق. خلي بالكم بقى كلمه يقاتل دي، يقاتل دي في الطبعه اللي بقى لها 300 سنه موجوده. فجم قريب كده من 40 50 سنه، احكي لكم حكايه لطيفه، قالوا لا ده في تصحيف، تصحيف ده يعني خطا في الكتابه خلاص. فقالوا ده في تصحيف، ده هي يقاتل مش يقاتل، يعامل، يعني المفروض ان هي في نظرهم يعامل فيها المسلم بما يستحق، ويعامل فيها الخارج عن شريعه الاسلام بما يستحق. قال يعني الكلمه دي اللي هتنجي التابعين، انه ابن تيميه بيقول كلام كويس رغم ان ده كذب فاجر، وان هي مكتوبه في النسخه يقاتل، طب خليها يعامل. وهو معنى ايه بعد كل كلام ابن تيميه ده على اصغر الحاجات لاكبرها، لما يكتب كله كافر انه يعامل، يا سيدي خليها يعامل، يعامل فيها الخارج عن شريعه الاسلام بما يستحق. يا ترى ايه اللي يستحقه؟ بوسه على خده، تقدير وشهاده وسام شرف وحاجات كده؟ ابدا، قتل برضه. فهم غيروا كلمه ويعيني مش عارفين ان في ناس بتفهم. خليها بقى يعامل يقاتل. اذا فتوى مردين دي خطورتها ايه بقى؟ عشان تعرفوا محمد عبد السلام فرج جاب الكلام ده منين، ان دي حكام المسلمين كلهم في رده في هذا اليوم، ايامه في السبعينات وفي كل يوم، والمحكومين، لان بعد ده كله من التكفير كل الدنيا وقتلها بفتاوى ابن تيميه، تيجي بقى فتوى مردين دي فوق الراس، فوق قبه الهرم، يعني زينه. بتقول لهم ايه بقى؟ بتقول لهم كلام واضح، المجتمع عدي اللي هو بقى اللي كلام اللي قاله سيد قطب بشكل تاني سماه الجاهليه، فيها المعنيين دار حرب ودار اسلام. دار اسلام للمسلمين القله القله اللي فيهم فيعاملوا بما يستحقوا، والباقي كله حكام ومحكومين فهي دار حرب يقاتل فيها او يعامل فيها الخارج عن شريعه الاسلام فوق وتحت. وطبعا في نظرهم بالاسباب دي لا في جهاد ولا ديات ولا حدود في نظرهم، وقوانين وضعيه بقى وحكم بغير ما انزل الله، يقاتل فيها او يعامل فيها الخارجين عن شريعه الاسلام بما يستحقوا. اللي هو ايه بقى نستحقه؟ في نظرهم كل اللي انتوا بيستحلونا فيه النهارده. فهمتوا الخطوره فين؟ فهمتوا ازاي كل الافكار بتاعت الاستاذ الفاضل ابن تيميه ليها تاثير؟ الله اعلم ايه هو، يمكن كويس. وفهمتوا تلامذته سيد قطب ومحمد عبد السلام فرج انهم غلابه جنبه يتقتلوا يعدموا، تلامذه عند استاذ حد يحل المعضله دي اللي بقولها لكم كل يوم، ليه هم يعدموا على حق ويضطهدوا وتضطهد كتبهم، وليه الافكار العظيمه الحقيقه يعني اللي في كتاب كتب الاستاذ الفاضل ابن تيميه ومتروكه على حالها وما زال يقدم على المنابر في بلادنا العربيه كلها وفي مصر، انه شيخ الاسلام. اللي عنده حل المعضله دي يبقى يبعت يقول لي. هل فتوى مردين هي نهايه القصه؟ ابدا. الاسبوع الجاي هنختم ابن تيميه، مفيش ادنى شك معضله ابن تيميه، لكن عايزكم تركزوا جدا في شرح فتوى مردين دي، وتاخدوا بالكم ليه دي اخطر شيء، وان بدت ليك الاجابه ما فيهاش حاجه لكن فيها كل شيء يقتلنا كلنا. اشوفكم الاسبوع الجاي.